رح نروح لأولى محطاتنا نور، ومثل ما معروف طبعا احترام الأهل هو من أهم القيم الأساسية اللي بنربي عليها أولادنا عبر الزمن والسنين. الاحترام هو سلوك وتصرف بياخده الطفل من أهله بالبيت. أكيد أكيد سلمى، ودائما يمكن تربية الأطفال ضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها مسؤولية كتير كبيرة على الأهالي، لأنه 95% سلمى من تصرفات الأطفال هي مكتسبة من المحيط ومن أهله بالتحديد. قديش فينا نزرع مبادئ جميلة وأخلاق جميلة بأطفالنا؟ أهمية الاحترام ضمن هي المبادئ والأخلاق رح نحكي عنها أكثر مع الدكتورة تغريد مسلم، أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحي. يسعد صباحك دكتورة. صباحي. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قلنا ببداية الحديث، اليوم عم نحكي عن احترام، عم نحكي عن شيء سلوكي جدا مهم وهو مكتسب. صح. يعني في بعض الصفات بتوجد مكتسبة من الأهل. صح. وليست بتخلق عند الطفل أو عند الإنسان بالفطرة. خلينا نحكي كيف بتم تربية الأطفال وخصوصا بمراحل سن مبكرة على القيم المجتمعية. بالعموم احنا مجتمع له قيمه، له ثقافته، عاداته وتقاليده، وبالتالي احنا لابد من انه ننقل هالعادات وهالتقاليد للاجيال القادمه، من وهالقيم والعادات والتقاليد وهالمبادئ اللي نحن تربينا عليها هي بتنعكس من خلال السلوكيات. يعني انا لما بدي وصل معتقد او فكره عند عند فرد، عند طفل او عند اي فرد، انا حتى ينعكس التعلم هذا بسلوكه ويتحول لسلوك مختلف يكون ايجابي ويكون مؤثر بالاخرين. الاحترام هي احد السلوكيات واحد مفردات القيم او واحده من القيم الجميله اللي هي بيتسم فيها مجتمعنا بالعموم، ولا بد من انها تكون موجوده عند كل فرد صغير وكبير. الطفل تحديدا احنا بدنا ننقل له هالقيمه هي، لكن هون بقى بيختلف عمليه. يعني الطفل معروف انه يعني ما بيستوعب الفكره او ما عنده المحاكاه العقليه والتفكير الطريقه اللي هو بده ياخذ الكلمه، لا احنا بدنا ننقل له اياها بالسلوك. فالمعروف انه الطفل بيقلد، مثل ما قلتي 95% هي سلوكيه احنا بنقول له اياها بالتقليد مكتسبه، يعني بيقلد الطفل بيقلد. عنا السنوات الاولى اساسيه جدا لحتى نزرع القيم اللي نحن بدنا اياها والقيم اللي نحن تربينا عليها واللي هي بتوصف مجتمعنا او بتوصمه لمجتمعنا بهالقيمه الجميله. فمن السنوات الاولى انا بدي اعلمه قيمه الاحترام، يعني بدي انقل له هالسلوك، فبده يشوفني انا وعم بتصرف بهالسلوك وبالتالي بده يقلدني. يعني الطفل ما بيعرف تقولي له احترم غيرك، ما بيعرف شو يعني احترم غيرك، لكن لما بيشوفك انت عم تحترمي الاخرين، يعني عم تحترمي الكبير، تعطفي على الكبير، عم تعطفي على الصغير، عم تعاملي جارك بطريقه مهذبه ولبقه، عم تعاملي لهالطفل كمان بطريقه لبقه ومهذبه ومحترمه، هذا الشيء بينتقل وهو بيصير بيمارس نفس السلوكيات. لكن بدي اقول بدي اعلمه قيمه الاحترام وانا سيء مع الجار وانا بالطريق سيء وانا بسب هاد وانا بلعن هاد، ما اكيد يعني هذا الشيء اللي عم يشوفه قدامه هو بده يكتسبه وبده يتصرف مثله. يمكن كمان تغيب الاهل لفترات طويله بسبب يمكن العمل لساعات طويله، كمان ممكن يكتسب بعض القصص من المحيط والاقران، فممكن يتصرف تصرفات يمكن مش من طباع اهله. صحيح. هيدا الطفل، بس قديش اليوم هي المسؤوليه كثير كبيره على الاهالي، كيف فيني فعلا لقن هيدا الطفل بطريقه غير مباشره؟ يعني انا عندي وقت محدد، ما بقدر يكون فترات طويله، يكون في فعلا تعليم بعض المبادئ بس مش بطريقه مباشره، مثل العقاب والثواب، اذا بيعلي صوتك، اذا ما بتحترم الكبير. في احيانا كمان تصرفات خاطئه من الاهل للاسف. صحيح. الحقيقة أنه حاليا أنه الأسر بعيدة عن الأبناء، والأبناء يعني عم يكونوا يعني بعد المدرسة بيرجعوا، رح يكونوا بالمدرسة أولا وبعدين حيرجعوا إما للشارع أو إما لطريقة منظمة بتكون متبعتها لها. هي بترجع لكل أسرة كيف هي حاطة خطة كيف تتعامل مع أبنائها. يعني بدأنا نلاحظ كثير من الأبناء موجودين بالشوارع، وهون بيكتسب بقى الطفل
بيكتسب من رفاقه بالمدرسه وبيكتسب من رفاق الحي. والخطر الاكبر هو الانترنت، لما عم يقعد هالساعات الطويله هذا المتطفل الجديد اللي اصبح عم يسيطر على كل شيء، الانترنت، عم ياخذ سلوكياته ومعلوماته من الانترنت، فاصبح موجه اساسي الانترنت. فاذا انا ما كنت كأم وكأب ما كنت عم تابع ابني وراقب سلوكياته وراقب كلماته وراقب كل شيء وشوف كل تصرف، ما استهان بأي تصرف صغير بأي كلمة بيقولها بغير مكانة، ما يتم الاستهانة فيها أبدا، لا يتم تقويمه مباشرة وتعليمه انه هاد بيصير وهاد ما بيصير. قلتي الثواب والعقاب وهي من افضل النظريات اللي نحن لازم نتبعها مع الاطفال اللي هي الثواب والعقاب. طبعا الضرب ما له وسيله جيده ابدا لانه هاي رح تعطينا طفل مريض في المستقبل، مريض نفسيا طبعا، مريض سلوكيا في المستقبل. فلذلك الثواب والعقاب هي واحده من اهم وسائل اللي ممكن انا استخدمها مع الاطفال. بالإضافة أنه أنا كمان بدي أرجع وأقعد مع ابني وشوف شو صار معه، مع مين عم يحكي، مع شو عم تحكي، طبعاً مو بطريقة الاستجواب وإنما بطريقة المشاركة، يعني عملت خلال النهار بطريقة من طريقة المشاركة معين. يعني بدنا نكون شوي حذرين. صحيح أنا بدي عامله يعني بنفس مستوى العمري يكون صديق له، لكن كمان الصداقة إلى حدود. فقيمة الاحترام هون بدي أنا أعلمه احترام الأب والأم بالدرجة الأولى، احترام إخواته، احترام أخوه الكبير واحترام أخوه الصغير. ما يتجاوز على أخوه، ما بيصير تعمل هيك وممنوع. أنا بطريقة كتير لطيفة وبسيطة أني وصل له إياها للطفل، لكن بطريقة الأوامر وبطريقة الضرب وطريقة العنف هذا رح يعمل كبت، وهذا الكبت بده يظهر بعدين ورح يضل مكبوت. أكيد. طيب دكتورة، حكيتي عن نقطة كتير مهمة واللي هي الخط الفاصل اللي بنشوفه بالتربية بين تحمل المسؤولية شخصية الأطفال، إن كان بالمشاركة وإن كان حتى بتركهم ببعض المواقف نشوفهم شو ردات فعلهم كيف رح يتصرفوا، وبين الحفاظ على القيم والاستشارة والاحترام. هذا خط فاصل يمكن كتير من السيدات أو حتى الآباء مثل ما بيقولوا بيفشلوا بهي المهمة، ما بيعرفوا يسيطروا عليه، بالتالي بينتج عنا إما شخص غير قادر على احتمال مسؤولية أو شخص غير قادر على احترام الآخر. وشو يعني أنه أنا عم شاركك وعامل في مساحة بيني وبينك مو معناته أنه أنت تتخطى الحدود. كيف بنقدر نفصل ونقول هون هيك هون هيك؟ بحكي بسلوكيات بسيطة بتستخدمها الأسر واللي أنا عم شوفها وعم لاحظها. منشوف يعني بعض الأسر إنه يعني بتسمح للابن للطفل يناديها باسم الأب باسمه والأم باسمها بدون يعني العمة باسمها، بدون يكون في إنه هاي بابا وعمته وهي أشياء. يعني نحن بتميزنا، هي بتعطينا يعني هذا هو المتعارف عليه بمجتمعنا، إنه هذه هي الأصول ومبادئ الاحترام ضمن المجتمع. فلذلك بيقولوا الطفل خليه أو بينبسطوا فيه كمان إنه كيف عم بينادي. لا، هون بدنا نوقف، هون بدنا نعلمه إنه لا، هاد هون هي عمي، هاد خال، هون بدي أعرف احترمه، ما بيصير تعيط بوشه وبيصير تناديله باسمه. الأم إلها كمان مستوى من الاحترام ما بيصير تجاوز، يعني الموقف الحازم ضروري. صحيح أنا بدي عامل بلطف وبرفق وبلين، لكن الحزم بمكانه يجب أن يكون موجود حتى ما ينفلت هالطفل، لأنه هذا الطفل ما بس سمحتي له وعرف إنه هذا الشيء متاح، بيعتبر إنه هذا من حقه وإنه هو أمر طبيعي، ما بيعرف إنه هذا غلط وهذا صح، هو بيعرف إنه شو عم تسمحي له هذا هو اللي بيحق له. في كتير أسر يعني بتترك يعني الولد يتصرف على كيفه ويحكي على كيفه، لا وبينبسطوا إذا سمعوه عم يسب، خاصة الأعمار الصغيرة يعني بينبسطوا بيضحكوا له إنه هو عم يسب عليهم. هاد بس يكبر شوي بتلاقيهم بدأوا بدهم يقمعوا. صحيح. إيه طيب أنت يعني سمحت له بهذا الشيء؟ لا، من أول كلمة بغير مكانة يجب تقويمها، نتابع سلوكيات أبنائنا ونقومها، وقبل كل شيء نحن نقوم سلوكنا، ننتبه لسلوكياتنا. يعني مو أنا سب على الجار وأمنع ابني يسب علي وعلى جاري. كمان هون في مشكلة للأسف، يعني قديش فيني فعلا قوم سلوك ابني وضبطه في حين تدخل أطراف من العائلة، يعني كمان صح. بسبب تغيب الأهل لفترات طويلة أحيانا يكون الولد عند أهل الأم أو عند عمته أو عند أهل الأب أو عند الجد وجدة، وهون بتلاقي فعلا سيطرة الأهل ما عادت مثل الأول، يعني كل القوانين هون بتنكسر بقى. مثلا بعض التصرفات إنه لا
لا بس هالمره لانه عندنا، لا بس هالمره لانه اليوم نايم عندنا، لا لا لا. فبعد فتره بتلاقي الطفل تعود على هي، وما عاد في هي الهيبه اساسا للاهل ان كان الاب او الام. صحيح. الاسره الممتده اللي نحن بنتميز فيها لسه يعني قليل الى وجود، يعني العمه والعمات والخالات والجد والجده، هدول وجودهم وتدخلهم بالحياه العائله هاد بيؤدي الى انه يكون في إلى سلبيات وايجابيات على الطفل. فانا هون بدي يكون حاطط قواعد، يعني مو يعني انه بتعرفي الجده والجد يعني بيحبوا يدللوا يعني الحفيد، لكن هون كمان بدي انا اتفاهم معهم بشكل من يعني جانبا انه انا في واحد اثنين ثلاثه من هالاشياء ما بدي انها تكون موجوده، ما بدي انسمح فيها لهالطفل لانه هي رح تكون فيما بعد. بيتم الاتفاق على قواعد وعلى اسس، العمه مثلا والدلال الزايد والخاله والدلال الزايد، هذا الشيء لا لازم يكون ضمن حدود ويتم الاتفاق عليه. نحن عم نبني اسره في شراكه في مؤسسه اجتماعيه، اذا الى قواعد واصول يتم الاتفاق عليها. وانا لما بدها تنفلت الامور بدها تكون خارج اطار سيطرتي، ولا العمه او الخاله بدهم يعملوا العكس لحتى يناكدوا الكنه، لا انا ممكن هون بسحب ابنائي يعني، لانه بده يكون الخطر اكبر من انه انا اعلمهم التواصل مع الاقارب وصله القربة ويحترموا الاقارب. اكيد. يعني دكتوره هذا موضوع يطول شرحه وله مراحل متعدده، ولكن هيك خلينا نقول النقاط الابرز اللي اليوم حابين نضيء عليهم طبعا من خلال حضرتك، وبتحبي نذكر فيهم المشاهدين قبل ما نختم حديثنا عن اساسيات بالتربيه لحتى نوصل لقيم تربويه مجتمعيه مع اطفالنا بالشكل الصحيح. بالعموم احنا كل قيمنا اللي متعارف عليه اللي بتوصفها لمجتمعنا واللي بتوسم حضارتنا لابد من انه ننقلها للاجيال القادمه لاطفالنا. والسنوات الاولى كثير اساسيه، السبع سنوات الاولى لا حدا يستهان فيها ويقول لسه صغير خليه يعمل اللي بده اياه، لا انت هون بتكون اسست لمشاكل كثير كبيره من السنوات الاولى. وانا حتى من السنة الأولى أنا بطلب من الأهالي إنه يتابعوا أبنائهم، يلي سنة أولى يمكن ما بيعرف تقول له لا، ممكن ببادي لانجوج بإشارة بجسدك بزورة بإنك ما تضحك له ممكن بيعرف إنه هذا غلط، لا طفل من الست أشهر بيعرف شو هي اللا. فلذلك ما نستهين بهالمرحلة، بدنا ننقل كل قيمنا وكل معتقداتنا، مو بس الاحترام لا وعدم الكذب، وبدنا ننقل لهم الصدق وبدنا احترام الآخر وكل القيم اللي هي الجميلة اللي بنتصف فيها بدنا ننقلها، لكن بدنا ننقلها بالمشاركة، بدنا نعملها أمام أبنائنا، بدنا نتصرف بهالسلوكيات لحتى أبنائنا هن بيقلدونا، ننتبه إنه أبنائنا بيقلدوا شو نحن بنعمل. فلذلك نشاركهم فيها. الطفل كتير حلو إنه نحن نعلمه بالألعاب، يعني العب معه لعبة، احكي له قصة، وكتير بشدد على موضوع القصص، يعني اقرأوا لأبنائكم، اخذوا قصة وقرأوا لهم، والقيمة اللي بتكون ياها اللي شايفينها أصبحت هون صارت ناقصة للولد أو بدأت يعني تعاني من اهتزاز، جيبوا قصص وقرأوا لهم عنها. كثير القصص تشتغل على الخيال عند الطفل وبتوصل بكل سهولة وبتضل بذاكرته وبيقلده بيعمل مثله. فبالقراءة القصص بالرسوم بالألوان بألعاب، مثلا احكي جملة خليه يكملها، مثلا بكلمة خليه يعطيني المرادف لإله، هاي الطريقة كثير بتكون فعالة من إني أقول له لا تعمل ولا تعمل ولا تعمل أو ساوي ساوي، أعطيه كم من الأوامر، هاد بيعمل له ضغط وبيعمل العكس. بالختام دكتورة تغريد مسلم أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق، متشكرك على وجودك معنا. وبدنا نركز على نقطة أساسية قلتيها أنه أول ست سنوات سبع سنوات هي الأهم عند الطفل، فما تزرعوا بابنك بتحصدوا بعدين بالمستقبل، لهيك حافظوا أبنائكم لأنه هن أملنا لبكرة. شكرا كثير إليك. شكرا كثير إليك. شكرا إليك دكتورة.